بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا ومستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نجدد بكم التحية والترحيب مع انطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وانطلاقة شوطنا 20 الذي خصص لفئة القعدان الحقايق من مسافة 3 كيلومتر ضمن تحديات وانطلاقات السباق الثاني من سباقات موسم الطائف لعام 2024 للميلاد. كل التهاني والتبريكات للفائزين في الأشواط الماضية، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. مقدمة الشوط وصدارة هذا الشوط يتقدم بالمركز الأول دعيكان، يحتل المركز الأول لعلي بن صالح بن علي بن حرب المري، محتل للمركز الأول. المركز الثاني بحر هو القادم في هذه اللحظات، سلامة بن فراج بن محمد الخمايس العطوي يحتل المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول من حشيم لزايد بن مجدل بن عواب العتيبي قادم بالمركز الثالث. المركز الرابع شعر عبد الله بن علي بن ربيع العجمي مع الطاير قادم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن عمارة يقدم لنا ضاري بالمركز الخامس. شعار عبد المحسن بن طالب بن علي المري هو القادم بكل قوة باندفاعة شعاره وانطلاقة ضاري بالمركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، نعود من جديد بعد اكتمال النداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي يتقدم مع الطاير، يندفع في هذه اللحظات، ولكن دعيكان من الجانب الأيمن، يا سلام، علي بن صالح بن علي بن حرب المري هو المتقدم بالمركز الأول بانطلاقة دعيكان. مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط يتقدم دعيكان، مع صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات يتقدم مع المركز الأول علي بن صالح بن علي بن حرب المري. والمركز الثاني القادم في هذه اللحظات الطاير بشعار بن ربيع عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي. وفي المركز الثالث حضر شعار بن عايض في هذه اللحظات مع شهلول محمد بن علي بن حمد الفيدة المري قادم بكل قوة مع اندفاعة شهلول. والقادم في هذه اللحظات هذا مجهول راشد بن حمد بن راشد المريزيق هو القادم في هذه اللحظات بالمركز الرابع. المركز الخامس حضر شعار بن فطيس ووصل الفائز مع المركز الخامس محمد بن حمد بن محمد بن فطيس المري هو القادم بكل قوة مع خامس المراكز. حضر شعار الشاعر مع افتتاح كيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والمثير، ولكن الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شعار الحمراني هو القادم مع عكاش محمد بن منصور الحمراني الهاجري قادم بكل قوة. وأيضا حوران هو القادم، عفاس بن صالح الكريب المري يصل وينضم لدائرة النداء الأمامية. وأيضا القدوم أيضا الوصول من شعار سلطان بن مشخص بن حامد القرشي مع النشمي هو القادم، وشعار الدوسري قادم، والأسماء التي بدأت بالظهور. وتابع القدوم وتابع الوصول في هذه اللحظات من مواجهة بشعار الدوسري، ولكن نعود إلى المركز الأول إلى الطائر عبد الله بن علي بن ربيع العجمي. وأيضا من الجانب الآخر شهلول بشعار محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، ولكن مواجهة غير الأمور وتقدم إلى المركز الأول. مبارك بن باري بن مسفر الدوسري وأيضا مجهول هو القادم لراشد بن حمد بن راشد المريزيق يتقدم شعار المريزيق. وأيضا القادم فارس بن دخيل الله العيلي القرشي مع داهوم، ولكن مواجهة ما شاء الله تبارك الله على انطلاقة مواجهة بالمركز الأول. مبارك بن باري بن مسفر الدوسري يتقدم بالأمتار النهائية، مجهول هو القادم، وصل شعار المريزيق. راشد بن حمد بن راشد المريزيق قادم بكل قوة مع المركز الثاني. المركز الثالث داهوم بشعار القرشي قادم بالمركز الثالث، ولكن مجهول عند الأمتار النهائية. تهانينا لراشد بن حمد بن راشد المريزيق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني داهوم لفارس بن دخيل الله الوعيل القرشي المركز الثالث، وصل مواجه مع المركز الثالث بشعار الدوسري. من قدم لنا مواجه مبارك بن باني بن مسفر الدوسري. والمركز الرابع حضر شعار سلطان بن مشخص بن حامد القرشي مع النشمي بالمركز الرابع. المركز الخامس
شعار جزاء بن هلال بن عبيد العسيمي العتيبي مقدما لنا الواعي مع المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل نعود بالتهاني والتبريكات لمالكي هذا الشعار، تهانينا وألف مبروك لك يا المريزيق على فوز مجهول وحصول مجهول بالمركز الأول في هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك لراشد بن حمد بن راشد المريزيق من قدم لنا شعاره منتزعا نماسي هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصول مجهول بالمركز الأول في هذا الشوط، راشد بن حمد بن راشد المريزيق من قدم لنا شعاره منتزعا نماسي هذا الشوط ومحققا الانتصار هنا في هذا الميدان، تهانينا يا المريزيق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا يا ابو حمد راشد بن حمد بن راشد المريزيق. والتوقيت الزمني 4:49 و94 جزء من الثانية، توقيت مجهول، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.